بوفيه افطار الصباح، وعندنا عشاء في الفتره المسائيه. العشاء بيبدا من بعد المغرب ان شاء الله. ففي دي هذه هديه مقدمه من حملتي حاتم والمناسب. ويلا بينا مع بعض نشوف الهديه بتاعتهم. الاوبن بوفيه كان في قاعه مخصصه للفوج بتاعنا احنا بس، والاوبن بوفيه ده كان هديه من حمله حاتم وحمله المناسك. المال الحلال اهو، المال الحلال اهو. وطبعا الاوبن بوفيه ما شاء الله كان في حاجات كتير جدا، رز، سلطات، مقبلات، لحمه، فراخ. وطبعا انا ماليش في الرز والسلطات والمقبلات عشان عايز اخس، فهركز على قطايب الطعام، اللحمه والفراخ. وطبعا الحلويات، العشق اكتر حاجه محببه لقلبي. تقول لي تحب من الدنيا ايه؟ اقول لك الاوبن بوفيه. قبل اي حاجه ما تنساش تنزل تصلي على النبي تحت في التعليقات. فالفيديو ده لو طلع لك النهارده الخميس وكنت انت صايم فسامحني، لان هكون سبب في ان انا جوعك. اكل ما شاء الله مقبول جدا وطعمه حلو، بس انا كنت متغدي وشبعان من عند مطعم الطازج، يا دوبك كده هاكل حاجه بسيطه واخش على اكتر حاجه بحبها في الدنيا، الحلويات. ما شاء الله يا جماعه الحمد لله والفضل لله، انا بطلع رحله عمره كل سنه. رحله العمره اللي انا طلعتها دي بصراحه من افضل رحلات العمره اللي انا طلعتها، لانها كانت مريحه والفنادق بتاعتها كانت قريبه للحرم. والفندق اللي انا موجود فيه ده موجود في المدينه المنوره، واسمه فندق المنى كريم ليدر. هنا ساسكت قليلا. اللي بيحب الحلويات زيي ومهما كان واكل وشبعان يقدر ان هو ياكل حلويات يكتب لي تحت في التعليقات. وبس كده يا باشوات، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.